بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. ازيك يا كابتن ناصر؟ نورنا. ازيك يا كابتن؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم كبار كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي ابو الرحمن، والكابتن احمد بلال. بعد كابتن ناصر، اهلا بيك. البدايه مبروك نادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي المقص. قبل ما نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن ونحلل ونقول اسماء لطاقم التحكيم، هتكلم في عنصرين مهمين جدا جدا النهارده للحكام كلها، حكام مصر كلها النهارده. مباراه النهارده فرصه لتعليم الحكام ازاي نقدر نتحرك في الملعب، ازاي نقدر نتوقع، ازاي يبقى عندنا قراءه لعب. بنتكلم الاول النادي الاهلي النهارده سهل مهمه طاقم التحكيم تماما، ورفع الضغوط عن حكم المباراه كابتن اسامه من البدايه. خلي بالك مهمه جدا جدا كابتن بلال، لما النهارده الفرقه بتريح الحكم انت بتتفرغ بقى لايه؟ لحاجه ثانيه خالص. ازاي تقدر تتحرك على الميدان؟ ازاي انك انت تتوقع؟ بتلعب بارتياحيه، ما عندكش ضغوط. الملعب والمساحات واسعه. فالنادي الاهلي النهارده سهل مهمه الحكم محمد معروف.